ونريد أن نعرف منك تفاصيل أكثر حول الهجوم الذي وقع اليوم على عدد من النقاط في ريف دمشق. نعم، صباح الخير. طبعا الهجوم كان على سرية عسكرية أو سرية للمدفعية التابعة للواء 121 في قوات النظام، ولكن السرية من المفترض بأنها التابعة للجيش العربي السوري أو لقوات النظام، بينما الواقع هناك انتشار في حرم السرية لعناصر حزب الله اللبناني ومجموعات عاملة مع حزب الله اللبناني في ريف دمشق الجنوبي الغربي. الاستهدار جاء بعد تحذيرات إسرائيلية حقيقة الأمر، مناشير ألقيت على يعني قنيطرة على ريف دمشق الغربي وعلى ريف درعا الغربي، تحذر ضباط الجيش العربي السوري أو قوات النظام من أن أي إطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل لن يكون الرد فقط على حزب الله والمجموعات العاملة مع حزب الله، بل سيكون الاستهداف للقوات العسكرية. ما أهمية هذه المناطق التي تم استهدافها بالنسبة للميليشيات والجماعات المسلحة المتواجدة فيها؟ هي مهمة جدا كون أنها تقع بالقرب من الجولان السوري المحتل، وتعتبر منطقة انتشار عناصر حزب الله اللبناني والمجموعات العاملة مع حزب الله اللبناني. يعني ريف دمشق الجنوبي الغربي كناكر والمناطق الواقعة في القنيطرة وريف درعا الغربي، كل هذه المناطق تعتبر منطقة عمليات حزب الله اللبناني وأيضا قريبة من الحدود السورية اللبنانية. أي هي مهمة جدا للغاية بالنسبة لحزب الله إذا ما قامت معركة مع إسرائيل من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل. نعم، هذه الضربة كيف تقارنها بالضربات السابقة؟ يعني هل هي بذات الشدة والقوة أم ماذا؟ كيف تصفها؟ هي أقل شدة، هي تعتبر ضربة تحذيرية لحزب الله والنظام بأنه لن تكتفي إسرائيل بالرد على الصواريخ بإطلاق قذائف مدفعية، بل سيكون الرد أيضا بالقصف الجوي على هذه المناطق. نعم، كنا استمعنا في التقرير قبل قليل مع زميل علي، كان يتحدث عن أن الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة وفقا للمراقبين دفعت الجماعات المسلحة إلى التغيير من تحركاتها وإعادة الانتشار في مناطق سيطرتها أيضا. كيف تنظر لهذا الأمر على الأرض؟ يعني كيف ترصدون هذه التحركات؟ نعم، التقرير الذي تحدث عنه علي هو تقرير وثقه نشطاء المرصد في الداخل السوري. حرفيا حتى اللحظة تمكننا من توثيق اعتقال 5 عناصر من العاملين مع حزب الله في منطقة البوكمال وأسنان في محيط مطار حلب الدوري، هذا ما تمكننا من معرفته، ولكن هناك إعادة انتشار خوفا من ضربات إسرائيلية وخصوصا بعد انتشار كبير للعملاء إسرائيل في المنطقة والذين يعطون أحداثيات دقيقة لإسرائيل. عندما استهدفت إسرائيل البوكمال كانت هذه المواقع هي من المفترض بأنها جديدة تم الانتقال إليها، كيف علمت بها إسرائيل لو لم يكن هناك عملاء لإسرائيل في هذه المناطق؟ نعم، إذن شكرا لك المدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن.